على السيد صارم الفاسي الفهري مدير المركز السينمائي المغربي يوم السبت بطنجة إن حصيلة استغلال القاعات السينمائية سنة 2017 بلغت 1,600,000 مشاهد. وأوضح السيد الفاسي الفهري خلال تقديمه حصيلة السنة السينمائية المنصرمة أن هذا العدد قليل نسبياً. وعلى صعيد آخر أفاد السيد الفاسي الفهري بأن القافلتين السينمائيتين اللتين يتوفر عليها المركز السينمائي المغربي تُضعان بالمجان أو بثمن رمزي رهن إشارة الجمعيات للنهوض بالسينما المغربية والإسهام في انتشارها والتعريف بها في المناطق النائية بالخصوص، داعيا إلى مشاركة الجهات في الموضوع. وأشار المدير إلى أن المركز يشتغل على الترويج للسينما المغربية في المهرجانات العالمية، لكنه لا يقوم بالبيع، كما أن المركز يمد السفارات المغربية في الخارج بعدد من الأفلام سنويا من أجل عرضها في الخارج.